بهدف توضيح فوائد ومزايا تعميم استعمال دعائم الدفع الإلكتروني، أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية رفقة وزير التجارة على الإطلاق الرسمي لليوم الوطني الإعلامي والتحسيسي حول استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. مؤسسة بريد الجزائر قامت خلال هذه السنة الجارية بتوسيع عمليات التوزيع نهائي الدفع الإلكتروني وتنصيبها لدى التجار في جائحة كورونا بصفة مجانية. رغم ذلك ما كانش يعني إقبال كبير، اثرنا مع زميل وزير التجارة، قمنا الآن بمرافقتهم بجملة من الإجراءات التحفيزية. لابد يعرف إخواننا المستهلكين أن استعمال هذه الوسائط مؤمنة. ثانياً يعرف إخواننا المستهلكين أن استعمالهم هذه الوسائط بدون ما يدفعوا ولا سنتيم كخدمة، يعني الخدمة تقدم لهم مجاناً. يعني المستهلك اللي يشري بالتي بي او المستهلك اللي يشري بالكوير كود او المستهلك يشري بار دفع عن طريق النت لا يدفع ولا سنتيم مقابل هذه الخدمة. هذه المبادرة عرفت مشاركة الفاعلين في القطاعين، إضافة لإطارات محلية للمؤسسات البنكية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، وممثلين لمؤسسات مصغرة وناشئة قدموا عروضا موجهة للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين. أطلقنا خدمة جديدة هي خدمة بريد باي، تسمح بالدفع الإلكتروني عن طريق استعمال الهاتف النقال. هذه الخدمة تمكن زبائن بريد الجزائر من الدفع باستعمال هاتفهم النقال بطريقة آمنة وبطريقة سهلة جدا، يعني عن طريق مسح لسكان دو كيار كود. هذا شيء جميل، نشوفه أنه يوم تحسيسي للدفع الإلكتروني، لأنه الدفع الإلكتروني متعلق بالحياة اليومية تاع المواطن، يلقاها لما يدفع الفاتورة تاع الغاز ولا تاع الكهرباء، يدفع فاتورة الهاتف، نشوفه أنه عندما يقتني السلع أيضا من عند الكثير من الموردين الإلكترونيين يقدر يخلص إلكترونيا. هذا يعني شيء راح يربح لنا الوقت وراح يربح ثقة تاع الزبائن. استعمال دعائم الدفع الإلكتروني يدخل ضمن المقاربات الجديدة للدولة الجزائرية التي تسعى لعصرنة التعاملات التجارية والتبادلات المالية والتحكم فيها مع ضمان أعلى معايير السلامة والأمان.